أهلا بكم. لم تشهد العملية الانتخابية في العراق منذ الاحتلال الأمريكي تزويرا ومقاطعة بهذا الشكل الذي جرى مع الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت في 12 من هذا الشهر. فوفقا لتيار المقاطعين، العملية السياسية فشلت في بناء دولة حقيقية في العراق، وأن الانتخابات البرلمانية هي عبارة عن تدوير للوجوه نفسها المسيطرة على البرلمان والحكومة منذ العام 2003. خيار المقاطعة الشعبي قوبل بتصريحات حادة من معظم شركاء العملية السياسية، منها ما خون المقاطعين، ومنها ما اتهمهم بإيصال الفاسدين الحكوميين مرة ثانية إلى البرلمان بهذه المقاطعة أو جر العراق إلى مصير مجهول. القرار الشعبي بمقاطعة الانتخابات وفرصة التغيير في العراق هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: هل ستبقى المقاطعة الشعبية للانتخابات البرلمانية مجرد رد فعل شعبي غاضب، أم إنها ستتحول إلى حراك سلمي يسعى إلى التغيير؟ وما هو الأثر السياسي للقرار الشعبي بمقاطعة الانتخابات برغم التحشيد الإعلامي والتعبئة الطائفية والتخويف والترهيب؟ وهل ثمة فرصة وحظوظ ما لتيار المقاطعين في إيصال صوتهم إلى الرأي العام العالمي وحمل القضية العراقية من جديد؟ وما هي وجاهة اتهام شركاء العملية السياسية لمقاطعي الانتخابات بجر العراق أو أخذه إلى مصير مجهول بهذه المقاطعة؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، عبد الحميد العاني، عبد السلام الطائي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي تبحث في قرار المقاطعة الشعبية للانتخابات وأثره وفرصته أيضا في التغيير في العراق. ضيوف الطاولة كل من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، ودكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الثقافة والإعلام في هيئة علماء المسلمين، وسيكون معنا عبر سكايب من ستوكهولم أستاذ الاجتماع الدكتور عبد السلام الطائي. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا. لو بدأنا كالعادة مع دكتور رافع الفلاحي. دكتور، قرار المقاطعة كان قرارا كبيرا صادما حتى لشركاء العملية السياسية ولداعمي العملية السياسية. النسبة كانت 82% من الذين قاطعوا، نسبة متدنية جدا من الذين شاركوا منذ الانتخابات اللي جرت عام 2005. فيما يتعلق بالحراك الشعبي في مواجهة مشروع الاحتلال والعملية السياسية، ما الذي كشفه هذا القرار، قرار المقاطعة، ما الذي أشره؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قبل هذا ربما أستاذ ماجد علينا أن نقول لماذا حصلت المقاطعة أساسا. نعم. المقاطعة حصلت ببساطة جدا لأن عموم الجماهير العراقية فقدت الثقة، ما عادت واثقة برغم كل الدعايات، رغم كل التضليل، رغم كل البهرجة التي يتحدثون عنها، ما عادت لها ثقة بالعملية السياسية. الانتخابات واجهة للعملية السياسية لتثبيت هذه العملية السياسية وبقائها يعني قائمة. لذلك الجماهير عندما تقاطع 80% من الجماهير العراقية من الذين يحق لهم الانتخاب وعددهم 24 مليون، نعم، عندما يقاطع نحو 20 مليون لا يذهبون إلى الانتخابات، هذا موقف. موقف هذا جاء بسبب عدم ثقة، بعدم ثقة بإمكانية التغيير الجذري. يبحثون عن تغيير، الحياة صعبة، العراق ذهب إلى الحضيض. المفروض التجربة في حالة تصاعد من النجاح، نعم، والارتقاء بعد عقد ونصف. هم يذهبون إلى الوراء ويتطلعون وبدأوا يرون الماضي مهما كانت عيوبه وأحسن من الحاضر. وهذه تشكل ظاهرة غريبة في بلد مثل العراق، لديه كل هذه الثروات، لديه كل هذه الإمكانيات، تدعم كل دول الدنيا، تدعم هذه التجربة اللي يقولون تجربة فريدة من نوعها وستكون يعني مثار إعجاب العالم مثل ما قالوا عام 2003 بعد الاحتلال. المهم أنه هذه الجماهير المقاطعة اللي اتخذت قرار المقاطعة وهو فعل يعني فعل بإدراك عقلي، لا سلبي ولا عبثي ولا أبدا عدم. نعم. أبدا، هذا قرار عقلي منطقي بسبب عدم ثقتها بإمكانية التغيير، فاختارت أن تأخذ هذا الموقف. هذا الموقف تتخذه
كجزء من محاولة التغيير، محاولة إزاحة هذه العملية وإسقاطها. الجماهير لها ثقة طوال هذه السنوات 15 سنة أن هناك ديمقراطية توافقية، ما يسمونها ديمقراطية، هذه الاصطلحوا عليها المصطلح الجديد اللي اسمه ديمقراطية توافقية. المكونات يعني تمثل نفسها طائفيا عرقيا، لها تمثيل واضح محاصصي في هذه العملية. هذا الشعب الآن رفضه لأنه ما لم يعطيه شيئا، يعني لم يأتي إلا بالخراب والدمار. هذا التمثيل دكتور أصحاب العملية السياسية اعتبروه أنه يعني مثار نقطة إيجابية محل اعتبار، أنه كل مكونات الشعب العراقي ممثلة في هذه في هذا الإطار السياسي، يعني لا يعتبروها نقطة سلبية. هذه نقطة سلبية، هذه ما موجودة، لأن هم ضمنوها بالدستور واعتمدوا على الدستور، الدستور بني على أساس المكونات، فالعملية السياسية استندت إلى هذا الدستور وبدأت تتخذ من هذا حجة لبقاء المكون الفلاني بنسبته الفلانية. يتحدثون عن نسب معينة، هذول أقلية وذول أكثرية بهذا الشكل، ومهما كانت هذه الأقلية وهذه الأكثرية لها حق أن تختار من تختار لتقدمه إلى الدائرة السياسية ويحكم بهذه الطريقة، ليس وفق معايير الوطنية، وفق معايير الفهم. نعم. والكفاءة والقدرة وتقديم الخدمة والنزاهة، لا، هذه كلها مشطوبة، فلذلك هذا جزء من عندها. النقطة الثانية ربما وهي المهمة أيضا، الجماهير اكتشفت أن كل القوى هذه في العملية السياسية غير قادرة على أن تتجاوز التقاسم الوظيفي في إدارة الدولة. هم هناك تقاسم محاصصي وظيفي في إدارة الدولة، الحزب الفلاني، المكون الفلاني، التيار الفلاني له هذه الوظائف، فلان حزب اللي فاز به هالقد مقاعد له، فلان وزارات، وهكذا. هذا التقاسم لمصالح حزبية وشخصية بالنهاية، وليس مصلحة بالضبط أو خدمة بالضبط المجتمع بالضبط الدولة. النقطة الثالثة ربما المهمة، الكل يتحدث عن الوطنية، يسمعون أنه أرباب العملية السياسية يتحدثون عن الوطنية. دكتور اسمح لي، تحدثنا فيما يتعلق هذا القرار، ما الذي كشف فيما يتعلق لناحية الناس، ناحية المجتمع، ناحية الجماهير؟ ربما هذه النقطة المهمة الدقيقة جدا في هذه القضية، وربما لها تأثيرها رغم أنهم يعترضون عليها ويقولون ليس موجودة. جزء منها يتحدثون عن الوطنية وأن العراق ليس هناك تأثيرات على عملية السياسية خارجيا. هم يعرفون، الشعب بات يدرك، لذلك جزء من عنده كبير قاطع، أنه كل هؤلاء المكونات اللي موجودة في العملية السياسية لا يمكن أن تكون طليقة اليد، هي متحكم بها من الخارج، متحكم بها إيرانيا وأمريكيا. حتى وإن كان البعض منهم الآن فازوا وكانوا قد هتفوا إيران برا بغداد تبقى حرة، هل يستطيعون أن يدفعوا إيران بعيدا ويكون العراق خالصا للعراقيين وقرار عراقي مستقل؟ الكل تدرك أنه هذه كذبة كبيرة، وهذا ما صرح اليوم أمس السفير الإيراني من أنه الوقت لا زال كبير أمام تشكيل حكومة في العراق. وأيضا هناك مبعوث أمريكي ماكرغوغ أيضا في جولة على الكتل السياسية اللي موجودة في العراق. دكتور عبد السلام الطائي، تحدث الدكتور رافع أن هذا القرار، قرار المقاطعة الشعبية، أشر أو كشف عدة نقاط أو جوانب فيما يتعلق في الجماهير، في المواجهة الشعبية مع العملية السياسية في العراق، وأن هذا القرار كان قرارا واعيا وليس قرارا سلبيا أو عدميا أو عبثيا، وإنما مبني على معطيات فيما يتعلق طبعا بالناس والمجتمع. ما الذي كشف هذا القرار، قرار المقاطعة، لناحية العملية السياسية، شركاء العملية السياسية؟ ما الذي أشر، ما الذي وضح هذه المقاطعة الشعبية الكبيرة اللي بلغت 82% ممن يحق لهم الاقتراع والتصويت؟ نعم، أولا شكرا لاستضافتكم وتحياتي للضيوف الكرام. أهلا وسهلا الدكتور رافع والدكتور عبد الحميد، والتحية موصولة للأستاذ ماجد الجميلي. شكرا جزيلا دكتور. نعم، شكرا لله. الحقيقة يعني موضوع المقاطعة مؤشر واضح، يعني لا يقبل التوضيح، هو الرفض الشعبي الكامل للعملية السياسية الذي حدث في العراق. يعني وذكر قسم من أسبابه الأستاذ الفاضل الدكتور رافع،
هو موضوع فقدان الثقة. لكن أيضا موضوع أنه العملية السياسية، أو نحن الآن مجبرين أن نسميها انتخابات وعملية سياسية شئنا أم أبينا، ولكن أول ما جاءت بدأت باستعداء ملايين العراقيين. يعني عندما حلت 3 وزارات، وحلت الجيش العراقي ووزارة الإعلام ووزارة الداخلية، وحلت كوادر الدولة بمجموعها، هذه العملية استعدت منذ البداية. هي يعني لو فرضنا أن تعداد هؤلاء لا يقل بأي شكل من الأشكال يعني بمئات الألوف. إضافة إلى ذلك شرعنة العنف، يعني استخدمت أسلوب أو سيكولوجيا الحقد، ثقافة الموت، ثقافة الكراهية، ثقافة التجهيل. هذه العوامل الحقيقة كلها ساهمت في زيادة عدد الناس الرافضين للعملية السياسية. تولد إحباط لدى المواطن العراقي من كثرة الوعود، لأنه الوعود المؤجلة تؤدي إلى كبت، والكبت إذا استمر يتحول إلى رد عنيف كما حصل في الانتخابات العراقية عندما رفض ما يزيد على 80% من الشعب العراقي. بهذه المناسبة الحقيقة لو سمحت، يعني هو لو كان هنالك الحقيقة معارضة مؤسسية ومشروع شامل، ولا أريد أخذ الآن في التفاصيل، سأبحث عن ذلك فيما بعد، لحدث في العراق ما حدث قبل 5 أيام في فنزويلا. الولايات المتحدة الأمريكية رفضت الانتخابات في البرازيل، ورفضت أن يكون نيكولايس رئيسا. لماذا؟ لأن المعارضة السياسية حتى الانتخابات في المؤسسية فنزويلا اعتبرت انتخابات غير شرعية ولا تمثل طموحات الشعب الفنزويلي قبل 2 أو 3. وهذا مطلوب إذن من المشرع العراقي، العفو، من المعارضة العراقية أن تتحول إلى معارضة مؤسسية، وأن تطرح مشروع وطني شامل لغرض. سنتحدث دكتور عن قضية كيف استثمار هذا، يعني هذا الحراك الشعبي، هذه المقاطعة الشعبية اللي بلورت مشروع أو حراك شعبي ربما يجد فرصة للتغيير. لكن أليست مفارقة أو أمرا غريبا أن هذه التجربة التي دعمت بشكل منقطع النظير إقليميا وعربيا ودوليا وبكل اتجاهات، سياسيا، ماليا، اقتصاديا، عسكريا، وبعد 4 دورات من الانتخابات، أن نصل بعد 15 سنة من هذه العمر، من عمر هذا المشروع، وبدل أن يكون النجاح تراكمي، أن هذه التجربة تهوي إلى 82% مقاطعة وعملية رفض وعملية غضب. يعني هذه كيف يمكن أن نفهمها؟ يعني تفهم أنه الحقيقة هي أصلا هذه التجربة يعني بنيت على كذبة، والكذبة معروفة، هي كذبة الامتلاك لأسلحة الدمار الشامل، ثم تحولت إلى كذبة النظام الدكتاتوري. طيب إذا كان نظام دكتاتوري متمثل بشخص أو شخصين، لكنها منحت فرصة مع ذلك، حتى هذه القضية الجزئية ربما يعني بمرور الزمن تم تجاوزها، ومنحت فرصة كبيرة للحكم ودعم بالكامل غير محدود. لماذا لم تستثمر؟ لما يعني من وجهة نظر، يعني في السؤال المتعلق بشركاء العملية السياسية، هذه كانت فرصة ذهبية لإثبات الوجود والنجاح، وهناك فرصة زمنية كبيرة جدا، 15 سنة. هؤلاء يعني لماذا؟ نعم، لأن هم جاءوا مستخدمين بعقود أستاذ ماجد، ولم يأتوا كقادة سياسيين كرجال دولة، جاءوا كرجال أحزاب، وحتى لا تنطبق عليهم رجال أحزاب لأنهم عبارة عن عصبيات مذهبية وعصبيات سياسية ومافيات، ولذلك لم تستثمر هذه الفرصة. ثم الخيال السياسي الذي كان، أو الانطباع الذي خلقوه في الخيال السياسي الأمريكي، والذي جسدته ما يسمى بالمعارضة السابقة وكذلك الحكومة الإيرانية بهذا الخصوص. على العموم يعني ما حدث هو تيار يعني يندرج تحت مسمى الارتجال السياسي، يعني اسمح لي أن أقول ذلك، ما لم يؤسس، وأن المعارضة العراقية أن سنتحدث أن عن عملية كيفية تحويلها من عملية، من حركة عفوية ارتجاليا فعالية آنية، إلى تيار منظم أو ممنهج في إن شاء الله في سياق الحلقة. دكتور عبد الحميد العاني، كقوى مناهضة للاحتلال، مراقبين مهتمين بالشأن العراقي، مواطنين عراقيين، هل توقعتم أن تصل
المقاطعة الشعبية إلى هذه النسبة الكبيرة 82% أو ربما طبعا أكثر بعد 15 سنة من عمر هذه التجربة؟ كانت هذه النسبة المتدنية من المشاركة صادمة لشركاء العملية السياسية ولرعاة المشروع، هل كان متوقعا؟ أولا بداية الأمر المفاجأة كانت للجميع، لكن نسبة التفاجؤ هذا تختلف من جهة إلى أخرى. فكما ذكرت الآن الشركاء العملية السياسية كانت صدمة بالنسبة لهم، المفاجأة كبيرة وصلت حد الصدمة، لأن كانوا يبنون الآمال على يعني قياسا على سجل 15 سنة من الفشل والإخفاق كانوا يتوقعون كانوا يتوقعون أنهم يستطيعون خداع الشعب العراقي واستمرار صور التزييف التي يمارسونها ضدهم، ولا سيما أنهم كانوا يخوفونهم من المجهول وعدم وجود البديل. هذا الأمر، وأيضا طرح شيء جديد في هذه الانتخابات كانوا يعولون عليه وهو قضية التغيير والوجوه الجديدة، ففشل. حتى التيار الشعبي الذي مارس هذه المقاطعة ودعا إليها بشكل قوي جدا، خاصة التيار الشبابي، أيضا تفاجأ، لم يكن يتوقع أن الاستجابة تكون له بهذا الأمر. أما القوى الوطنية فهي لم تكن مفاجأتها كبيرة. لماذا؟ لأنها كانت منذ الأيام الأولى تدعو إلى مثل هذه الأمور، ولا سيما أنها تدعو إلى أن يكون التغيير على عاتق الشعب العراقي برعاية طبعا القوى الوطنية وتيارات الوطنية الموجودة في العراق. لذلك هذا الذي حصل اليوم هو لم يأتي هكذا من فراغ، وإنما جاء نتيجة أمرين اثنين. الأمر الأول كما ذكرنا وأشرنا له قبل قليل وفي حلقات سابقة، الفشل السياسي لهؤلاء هو الذي جعل هؤلاء الناس يفقدون الثقة، كما قال الدكتور قبل قليل، لم يفقدوا الثقة الناس، لم تفقد الثقة فقط في الأشخاص، وإنما فقدت الثقة بالإطار بالعملية السياسية كلها. وإلا طرح في هذه الانتخابات وجوه جديدة وأسماء وجوه جديدة ولافتات وعناوين وأحزاب جديدة، تجريب المجرب وعدم تجريب المجرب. من هذه اللافتات لم يقتنع الشعب العراقي بهذا، معناها أن هذا هذه المقاطعة كانت هو موقف سياسي ضد المشروع نفسه وليس فقط ضد الأشخاص. نعم ضد الأشخاص بدرجة أكيد، لكنه الدرجة الأساسية هنا ضد المشروع برمته، وهذا مؤشر إيجابي مهم جدا. وهنا نؤكد على ما ذكرناه في مرات سابقة، أن هذه المقاطعة هو موقف سياسي وليس تكاسلا وليس لا مبالاة من هذا الشارع العراقي. الأمر الآخر الذي أدى إليه غير هذا الإهمال والفشل السياسي هو التثقيف الذي مارسته القوى الوطنية، ومنه نحن في هيئة علماء المسلمين طيلة السنوات الماضية حينما نؤكد على أن أسباب الحاصلة المأساة في العراق هو الجذور أو أساس المشكلة وهي العملية السياسية برمتها، وحينما ندعو الشعب العراقي إلى أنه يكون له كلمته ودوره في التغيير تغييرا جذريا، وعدم القبول بالترقيع وبالحلول الشكلية وتغيير هذه سنتحدث هذا كله كان له أثر في هذه النتيجة الكبيرة الصادمة للبعض والمتوقعة بنسب إلى بعض. على ذكر الأثر السياسي لهذه المقاطعة دكتور رافع الفلاحي، يعني هذه النسبة كانت الأكبر طبعا منذ عام 2003 في نسبة المقاطعين والنسبة المتدنية للمشاركة، هل هذا القرار الشعبي بالمقاطعة سيبقى قرارا ارتجاليا كما وصف الدكتور عبد السلام الطائي، عفويا، ردة فعل غاضبة آنية، أم أن لهذا القرار أثر سياسي؟ المجتمع الدولي الآن ينظر إلى العملية السياسية ليس كما كان ينظر إليها في سنين سابقة، ربما هناك إعادة نظر، إعادة حساب في التعامل مع هذا المشروع بعد هذه المقاطعة الكبيرة، أم أن القضية زوبعة في فنجان وستنتهي يعني هذا لا يعني شيء؟ أستاذ ماجد، ربما يعني قد أختلف مع هذه التسمية أنها كانت يعني عملية رفض ارتجالية نعم أو آنية، هي عملية تراكمية. الشعب من عام 2003 لحد الآن، خذ الانتخابات في عام 2005 قالوا ربما دكتور سمعتني، ربما المقصود أنها لم تكن عملا منظما ممنهجا، وكأنه العملية يعني آنية أو ارتجالية، فجأة والكل صدم أو تفاجأ بهذه النسبة الكبيرة من المقاطعين. ربما لم يكن هناك إطارا سياسيا نعم. أو إطارا مؤسسيا نعم. يتحكم أو يدير هذه العملية. نعم, نعم. هذا صحيح نعم. نحن نحتاج إلى هذا الإطار، وهذا
هذا الشعب هو قادر على، وتحدثنا عن هذه القضية، الشعب قادر على أن يصنع هذا الإطار وسيصنعه. كانت الخطوة مطلوبة وسيصنع، وهناك قوى ستدعم هذا الموضوع. نعم. هذا من ناحية. ناحية الأخرى أنه هذا التراكمي، أنا أقول أنه القرار لم يأتي اعتباطا، جاء تراكميا. في عام 2005 كانت نسبة المشاركة هكذا تحدثوا، يعني غربيا إعلاميا داخليا كانوا يتحدثون نسبة المشاركة 75%. نعم. في عام 2005. في عام 2010 تحدثوا عن 65%. في عام 2014 تحدثوا عن 60%. الآن الحديث عن 20 أو 19% نسبة المشاركة. لاحظ النسبة هذه لم تأتي اعتباطا، هذا التدني فجأة لم يأتي اعتباطا، هذا نتيجة تراكم الفشل، تراكم الخراب، فقدان الثقة يوما بعد يوم، تجربة بعد تجربة، أزمة بعد أزمة، فقد الشعب القدرة على أن يثق بهذا الإطار اللي تحدث عنه الدكتور عبد الحميد قبل قليل، الإطار الجامع لكل هذا اللي هو العملية السياسية، بما فيه انتخابات، بما فيه انتخابات بلدية برلمانية، فعاليات سياسية، حكومة، لا تعني شيء. القضية تعني أنه هذا الإطار الذي يصنع أو الكل يتحرك داخله، هذا هو المرفوض، هذا على المستوى الداخلي. على المستوى الخارجي أيضا هذا التأثير اللي حصل، نتحدث هذا عن مفاعيل سياسية لهذا القرار، قرار المقاطعة. هذا على المستوى الداخلي. وعلى المستوى الداخلي أيضا أريد أن أقول قبل أن أنتقل إلى المستوى الخارجي، على المستوى الداخلي هذه القوى التي تحركت الشعبية بدون إطار مؤسسي، بدون رابط يدير كل هذه العملية، ستجد من خلال هذه الموجات الصغيرة ستجد موجتها الكبيرة التي تحاط بإطار محكم ودقيق. إذا ما القوى المناهضة للاحتلال العملية السياسية استطاعت أن تعي كلها تعي أن مصير العراق واحد، أن المصلحة واحدة، أن لا شيء يعلو على شيء، العراق أولاً وأهل العراق أولاً وهكذا. يعني قبل قليل كان الدكتور الطائي يتحدث عن أنه لا مشروع موجود، يعني وأخي الدكتور الطائي يعرف أنه هناك مشروع، يعني على الأقل هيئة علماء المسلمين وربما الدكتور عبد الحميد يحدثنا عن هذا، طرحت مشروع، ومشروع وطني موجود ومتكامل وموجود. لكن أيضاً هناك أكو خلل ويجب أن نعترف ونكون واقعيين. أعتقد كان حديث الدكتور يتحدث عن قيادة وطنية موحدة، أعتقد كما سمعت. نعم. نعم نعم. يجب أن نكون واقعيين، ويجب أن نشخص الأشياء، ويجب أن نقول كل شيء. الآن بعد 15 سنة لا يمكن السكوت. هناك قوى أيضا لديها هواجس، لديها طموحات غير طبيعية في التعاطي مع هذا الإطار، الإطار الوطني، مع المشروع الوطني. عندما يطرح وكأنه الجميع يريد أن يتبناه وهو الأول رقم واحد واثنين، هذه القضية يجب أن تنتهي الآن، يجب أن تنتهي إذا ما انتهت، ومن المؤمل أن تنتهي الآن. القناعات يجب أن تتركز بهذا الاتجاه. هناك مشروع مطروح، يعني حسب معلوماتي وقربي الهيئة طرحت مشروع من سنوات، مشروع وطني واضح ومتكامل. ما علينا إلا أن نتفق على أن نتبنى جميعا هذا المشروع ونذهب به وندفعه للجماهير ليكون إطارا ضابطا دافعا له. نتحدث أكثر عن عملية توظيف أو استثمار هذه المقاطعة الشعبية. مضطر نتوقف عند فاصل ثم نكمل على الأثر السياسي على المستوى الخارجي. نعم. إذا نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا هنا في طاولة الحوار. Thank you.
أهلا بكم مشاهدي الكرام في هذه الحلقة التي تبحث في أهمية قرار المقاطعة الشعبية للانتخابات وفرصة التغيير. ضيوف الطاولة دكتور رافع الفلاحي ودكتور عبد الحميد العاني ودكتور عبد السلام الطائي معنا من ستوكهولم. دكتور، كنا نتحدث عن الأثر أو المفعول أو التأثير السياسي لقرار المقاطعة الشعبية على مشروع الاحتلال، تكلمنا عن الداخل قبل الفاصل. الآن هذا الأثر السياسي فيما يتعلق أو ناحية الخارج، المجتمع الدولي، المنظومة الإقليمية، هل ستنظر إلى هذا المشروع كما كان بعد هذه الصدمة الكبيرة في قضية المقاطعة الكبيرة؟ أستاذ ماجد، قد يعني مفهوم المصلحية يعني البراغماتية قد نرفضه، لكن الدول تتعاطى بهذا المفهوم. الدول بعلاقاتها مع الدول الأخرى تتعاطى بهذا المفهوم، هذا هو الحاكم، هذا هو معيارها، كم مصالحي مع هذه الدولة، كيف أحقق مصالحي، ما هي الأرضية التي تجعل مصالحي مستقرة في هذه البلد، وكيف أتعاطى مع هذا البلد إذا كانت الأرضية غير مستقرة. هذه النقطة الأولى. عندما تتعاطى دول العالم إقليميا ودوليا مع العراق، البلد غير المستقر، كانت الضمانات الأمريكية أو الهراوة الأمريكية المرفوعة على الكل إنه هذه تجربة بالحماية الأمريكية، بالرعاية الأمريكية، اذهبوا إليها، ندفعكم إليها، فيها مشاريع، فيها كذا، وأمريكا ضامنة، والشعب كله موافق على هذه التجربة اللي يسموها العراق الجديد بعد 15 سنة. هذا قول الأمريكان. نعم. إنه الشعب موافق على هذه التجربة. نعم. نعم. والحكومات، كل الحكومات التي جاءت في إثر الاحتلال من عام 2003 لحد الآن تروج لهذه القضية. نعم. وأمريكا تضغط وهراوتها مرفوعة على الدول إقليميا وعالميا، رفض من رفض وقبل من قبل بهذا الكلام، هذا واقع الحال. دول هرولت إلى العراق وفتح السفارات ليس حبا بالعراق ولا بالعراقيين ولا بالعملية السياسية ولا بهذه الوجوه الكالحة التي تحكم العراق، لكنها خوفا من الهراوة الأمريكية، هذا واقع الحال ويجب أن نعترف به جميعا، وهذه الدول تعرف هذه الحقيقة. هذه واحد. ثانيا، النقطة المهمة، أن أمريكا بعد 15 سنة لم تستطع أن تقدم للعالم نموذجا مستقرا وعراقا مستقرا يمكن للآخرين أن يثقوا به. بالأول والأخير أن هذه الدول الإقليمية والدولية تتعاطى مع مصالح، والمصالح لا يمكن أن تتم نموذج مقنع، مو نموذج بالهراوة. نعم. إلا إذا كانت الأرضية مستقرة. بعد 15 سنة عندما تلاحظ هذه الدول إقليميا ودوليا أن العراق 80% من الشعب الذي قالوا الأمريكان كانوا يقولون، الحكومات والأحزاب يقولون أن الشعب كله مؤيد لهذه التجربة، مؤيد لهذه العملية، هذه التجربة، والمالكي كان يقف على المنبر والعباد ويقولون أن الناس يأتون من كل دول الدنيا ليستفيدوا من تجربتنا، تجربتنا الديمقراطية في البناء وفي كتابة الدستور. هذه الكذبة الكبيرة. وإذا ب 80% من الشعب العراقي، أكثر من 80% رافض هذه التجربة، طيب كيف يمكن أن تكون مصالحك مستقرة إذا كان 80% من الإطار الذي يؤمن المصالح غير موافقين عليه؟ هذا إطار، هذا ليس كلام يعني. نعم. عندما يسميه دكتور عبد الحميد هذا قرار مقاطعة، هذا ليس عبثا، وهذا قرار وهذا موقف، هذا الموقف بالإطار غير موجود، ماكو ثقة بهذا الإطار. طيب هذه الدول تضع مصالحها داخل هذا الإطار اللي الشعب نفسه غير واثق من عنده وغير محترمه ولا يريده ورافضه، إذن هنا الخارج إقليميا ودوليا عليه أن يعيد الحسابات. نعم. يعيد الحسابات. نعم. قبل أم رفض هذا الموضوع، القضية ليست عاطفية، القضية حسابات رياضية، واحد زائد واحد يساوي اثنين. 80% من الشعب رافض هذا النظام الذي يحكم، الذي يحمي هذه المصالح، غير قادر أن يحمي هذه المصالح. الشعب هو بالأول والأخير أن تتعاطى مع الشعب، يحمي تجربة أو يرفض هذه التجربة. مع بقاء الهراوة الأمريكية كما وصفتها في دعم هذا الإطار، هذا المشروع السياسي، هل يتوقع أن يكون هناك إعادة نظر في التعامل مع هذا المشروع باختصار دكتور؟ بالتأكيد. بالتأكيد. أمريكا 2003 ليست أمريكا 2015، اختلفت القوة حتى دوليا. الآن أمريكا غير أمريكا، يعني أمريكا 2003 وبوش وما قبلها غير أمريكا 2015، حتى إقليميا الوضع غير وضع، غير وضع. نعم. الآن نعم. تغيرت. نعم. والدول العالم الآن ما عادت مصالحها هي للتحكم. نعم. الآن الصراع شديد اقتصاديا وعلى الساحات الاقتصادية وعلى الموارد بشكل قوي ويزداد.
الآن العالم كله وكل دول الدنيا تريد تأمن. وأيضا النقطة الرئيسية ربما قضية المواجهة أو التصعيد الأمريكي الإيراني أيضا يعني له قد تكون له تأثيرات. ربما جزء من عنده رغم أنه أنا يعني لدي ما أخذ عليه وربما يعني هذا الموضوع لا يتسع الحديث عنه به كثير من اللعب وفيه كثير من الأشياء الإعلامية ليس أكثر. لكن في الأول والأخير إنه هذه الدول إقليميا ودوليا كمنظومات الآن عليها أن تتعامل وستتعامل. وهذا السؤال المهم جديا مع هذا الذي حصل في العراق بشكل بنظرة أخرى أكيد ومئة بالمئة. هذا القرار المقاطعة هل له من أفق سياسي ليكون ربما نواة للتغيير الحقيقي في العراق، ربما نواة أو عتبة لمشروع وطني للإنقاذ بعد هذه التجربة 15 سنة من مشروع الاحتلال ومع كل هذا الحصاد المر الذي جرى في العراق؟ هنا نسأل دكتور عبد السلام الطائي، دكتور هل ثمة أفق سياسي لهذه المقاطعة لتكون شرارة نواة لبنة لمشروع وطني للإنقاذ؟ الحقيقة الأفق السياسي هو سلوك وليس أناشيد ومحفوظات. نعم. كما يقول الدكتور علي الوردي. نعم. الشيء المفرح والمخجل بنفس الوقت إنه الشعب توحد والقوى الوطنية لحد الآن لم تتوحد، يعني هذه رسالة الحقيقة الشعب بعثها إلى القوى الوطنية إلى المؤسسات السياسية يجب أن تقرأ. يعني الجماهير بوعي متقدم على نخبها على قيادات الوطنية تعتقد دكتور؟ توحدت أصبح. هي وأعلنت موقفها الموحد، لكن القوى الوطنية لا زالت غير موحدة. ما تفضلتم ما قصدته بموضوع الارتجال السياسي هو الارتجال السياسي خارج التنظيم. يعني الذي حدث كان ذا طابع أفقي أكثر ما هو كان ذا طابع عمودي هرمي. لو كان ذا طابع هرمي لا استمر وتواصل، وإن كان يعني هو في حالة تزايد هنالك تأثيرات، ولكن هذه التأثيرات لم تصل إلى مستوى المعارضة المؤسسية للقيادات الوطنية لتبني مشروع شامل. أنا لم أقصد أنه لم تكن للهيئة أو لحزب البعث مشروع. نعم. مشكلتنا ليست بمشروع، مشكلتنا بالمشاريع أن تتوحد كي تصبح مشروعا شاملا جامعا يؤسس لمعارضة مؤسسية لمعارضة سياسية تقود الشارع نحو التغيير. ما لم يتوفر ذلك وما لم تزول العقلية البينية والصراعات على المراكز القيادية لا أعتقد أن تتكون معارضة سياسية. وذكرت موضوع فنزويلا، لو كان لدينا مشروع متفق عليه وهذا المشروع والمحاور في هذا المشروع، وهذه مسألة مهمة يمكن أعطى بعض إشارات منها الدكتور رافع، يعني المحاور حين يتحاور في صياغة مشروع شامل عليه أن لا يتحاور كما يسمى هنا في أوروبا بطريقة النظارات الشمسية، يظهر غير ما يبطن. فيجب أن تزال العقلية البينية وأن نفهم ونستلم رسالة الشارع. طيب دكتور، إذا ما توافر التوافق الوطني مشروع وطني جامع إطار مؤسس المعارضة مع هذا الحراك الشعبي مع هذا التيار المقاطعة الشعبية، هل تعتقد أن هناك فرصة لنواة تغيير حقيقي؟ نعم، لأنه أولاً حقيقة هو موضوع الحراك، موضوع التيار هذا بدأ قبل داعش وفي سوح الاعتصام، ولكنه كان جزئي. لكن بعد داعش وفي الانتخابات تحول هذا التيار أو هذا الحراك إلى حراك شامل شمل جميع أنحاء العراق، وخاصة في المناطق التي كانوا يعولون عليها المناطق الدينية، يعني في عقل دارهم. يعني قبل يومين أو ثلاث التظاهرات في كربلاء وقد سقط فيها جريح. لذلك إذا توفرت هذه الشروط أنا على ثقة. كما حدث بالثورة الفرنسية، الثورة الفرنسية استمرت لمدة 10 سنوات، كان صراع واضحا ما بين الكنيسة ورجال الدين وما بين الشعب. انتصرت الثورة الفرنسية وانهزم رجال الدين وانهارت الكنيسة وتحول المجتمع من مجتمع كهنوتي لاهوتي متخلف الى مجتمع عقلاني، وهذا ما نسميه بتطور
قانون تطور المجتمعات الذي يمر بثلاثة مراحل، المرحلة اللاهوتية، والمرحلة الأخيرة المرحلة العقلانية التي تعيشها الشعوب المتحضرة. الفرصة موجودة، نعم. القاعدة موجودة، المواد الأولية موجودة، الشعب سلم رسالة للقوى الوطنية، عليها أن تستلمها وأن تفهمها وأن تغادر عقلية الماضي. دكتور عبد الحميد، يبدو قرار المقاطعة معطى جديد وخطير في المعادلة السياسية العراقية، ويبدو هناك آمال معلقة على هذا التغيير، وهناك مهمة أيضا جسيمة ملقاة على عاتق هذا المعطى الجديد. ما الذي يخشى على هذا التيار، تيار المقاطعين؟ ما هي أبرز التحديات التي قد تواجهه؟ ما هي المخاطر المتأتية عليه من أصحاب المشروع، من داعمي المشروع؟ ربما كمقدمة أيضا له علاقة بهذا السؤال، أعقب على ما ذكره الأستاذ عبد السلام الطائي من عدم توحد القوى الوطنية. منذ الأيام الأولى إلى الآن هنالك تنسيق كبير وقوي بين هذه القوى الوطنية، وأذكر هنا ببعض المراحل التي حصلت، ومنها قبيل سنوات ولا سيما في مؤتمرات حصلت بين بعض هذه القوى الوطنية، فتبين أن هنالك بعض الجهات التي ترفع الشعار الوطني والمشاريع الوطنية وهي تضع رجلها في هذا المكان وهذا المكان، وبعضهم قفز من القافلة وترك السفينة وانخرط في العملية السياسية، وتبين أن هنالك بعض الناس الذين يفضلون أو يقدمون مصالحهم الشخصية أو مصالحهم الحزبية على الادعاء الوطني. أما لماذا لم يحصل إلى الآن إطار وطني؟ نحن كما ذكرنا أكثر من مرة، دعونا أكثر من مرة إلى المشروع الوطني ومشروع مبادرة العراق. دكتور، ليس قصورا كبيرا أنه بعد تجربة 15 سنة ليس هناك إطارا وطنيا واضح المعالم ومثبت بعد كل هذه التجربة المريرة والمأساة التي شهدها العراق؟ هذا سؤال يطرح في أنه لماذا، ما هي المعوقات أمام هذه القوى الوطنية أن تتحد إلى الآن؟ لا ننسى أننا كما ذكر الدكتور قبل قليل، الهراوة الأمريكية لا تزال مؤثرة في البلاد ولا سيما في الإقليم، لذلك أكبر مانع لهذه القوى أن تتوحد هو هذا الأمر. على سبيل المثال، منذ سنة كاملة اكتمل لدينا، وغير متوقع لهذه الهراوة أن تنحى جانبا يا بالتأكيد دكتور. لكن على الأقل احترام هذه الدول لمصالحها التي تأثرت كثيرا. القوى الوطنية هنا اتفقت منذ عام كامل على الميثاق الوطني، لكن إلى الآن لم نستطع إعلان هذا الميثاق الوطني بسبب هذه الضغوط. الوقت ضيق دكتور، حتى نتوقع إن شاء الله تعالى أن يكون لهذه النتيجة، لهذه المقاطعة الشعبية دور في مراجعة هذه الدول لموقفها. الخشية على هذا هو نفس الخشية التي ذكرتها، الخشية على هؤلاء أنه تفتر هذه العاطفة وهذه الدفاع الشعبية، ولذلك لأنه الناس يعني ربما بعض الشخصيات كانت ترفع شعارات وطنية تعبت والتحقت بالعملية السياسية طمعا بكرسي أو بمنصب، وربما طال عليها الأمد ولم تحصل حتى بشيء من ذلك بدعوى الضغوط الدولية أحيانا أو المصالح وغيرها. لذلك هذه الجماهير يخشى عليها هذا التعب، فالآن هي أمام تحديين، إما أن تستثمر من قبل القوى الوطنية و يكون هنالك تواصل بينها وبين هذه القيادات الشبابية، وإما أنه تركب الموجة بعض الجهات لا سيما العاملة في العملية السياسية. ونسمع اليوم أيضا هنالك بعض الشعارات بدأت تطرح لامتصاص هذه الجماهير وتغيير اتجاهها، مثل حكومة التكنوقراط والتغيير الذي لا يطرحونه كلمة تغيير، يطرحون إصلاح، وفي حقيقته ليس إصلاحا وإنما ترقيع. لذلك يخشى على هذه التيار أو هذا التيار المقاطع أن يبرد وينخدع بمثل هذه الشعارات، لكن أيضا أتوقع أنه حتى لو انخدع سيكون الانخداع مؤقت، لأنه سرعان ما سيكتشف أيضا أن هؤلاء الذين ركبوا الموجة وخدعوه بهذه الشعارات أيضا هم فشلوا، ولذلك أتوقع في القريب العاجل إن شاء الله ستعود وتتفق هذه القوى، هذا التيار المقاطع سيزداد وسيتكون منه بالتأكيد إطار وطني، مشروع وطني الذي هو موجود وجاهز لكنه يتبلور بشكل أكبر ويتلاحم مع الجميع بالاستفادة من هذا المعطى الشعب الكبير. دكتور، إذا هذا الحراك لم يبرد ويفتر كما يقول دكتور عبد الحميد العاني، وبقى على زخمه وأصبح إطارا رسميا ممنهجا، عملا ممنهجا مؤطرا، ليس يعني كما الآن يعني على الأقل ليس هناك إطارا ثابتا له، هل سيكون تحدي آخر للعملية السياسية ومشروع الاحتلال؟
ربما التحدي الأخطر حتى من تحدي المقاومة، من تحدي التظاهرات، من تحدي الاعتصامات، على اعتبار أنه هنا يبدو أن 82% كانت يجمعهم إطار وطني واحد. القضية 82% من المقاطعين لم تقتصر العملية المقاطعة على هوية معينة، على إثنية معينة، على محافظة معينة، وبالتالي هذا التحدي هو الأخطر للعملية السياسية ومشروع الاحتلال. النائب عبد الرحيم الدراجي قال العملية السياسية لن تستمر بعد هذا الذي جرى. هذا الكلام صحيح، يعني هم الآن في زاوية يعني لا يحسدون عليها. نعم. وقود بقاء هذا الحراك وتطور إلى خطوة أخرى مثل ما تشير حضرتك أو مثل ما تريد أن تدل، ممكن جدا ومتوقع جدا، لأن وقود بقاء هذا واشتعاله وبقاء متوقدا ومتوحدا بهذا وأكثر توحدا وربما تخدم أطر معينة إمكانيتها موجودة للأسباب. خاصة دكتور، هناك تجليات لهذه المقاطعة في تظاهرات تعم معظم محافظات العراق على سوء الكهرباء. نعم. وهذا من تجليات هذا يعني هذا الحراك. نعم. يعني سأتحدث عن هذه النقطة بشكل نعم. سريع، لكن دعني أقول لك إنه العملية السياسية غير قادرة أن تعطي شيئا للعراق وللعراقيين، غير قادرة. حتى لو منحت فرصة أخرى من الزمن، مهما منحت لن تستطيع. هي مصممة للخراب، مصممة للدمار، مصممة للمحاصصات الوظيفية الطائفية والإثنية، مصممة للفساد وللخراب. حماية الفاسدين بالضبط. تعتقد الرأي العام في العراق، الرأي الشعبي، وصل إلى هذه القناعة تحدث عنها؟ نعم، هناك لو لم يصل إلى هذه القناعة ما كان قاطع، ووصل إلى هذه القناعة. لكن دعني أقول لك أنهم غير قادرين، وعدم قدرتهم يعني ليس من خلال رغبة غير متوفرة، لا عدم قناعة. هو الإطار المؤسس بهذا الشكل هو غير قادر أن يعطي خدمة للعراقيين. هذا الإطار وضع من قبل الأمريكان باحتلال العراق، وضع لتخريب العراق، لنهب العراق، للفساد، للخراب. أمريكا إذا أرادت أن تلغي العملية السياسية كلها تلغي وتعاد عملية سياسية وطنية أخرى لكي تخدم العراقيين، هذه غير موجودة. تيار الفلاني فاز، الهيئة الفلانية فازت، الحزب الفلاني فاز، فبالتالي أمريكا وإيران متخادمين وظيفيا، الدائرة الإيرانية والدائرة الأمريكية متخادمة. من البداية كانوا اثنينهم داعمين للعملية السياسية لأنها فيها خدمة لهم. إيران تريد عراقا ضعيفا، أمريكا تريد عراقا ضعيفا، هنا التخادم. عراقا ضعيفا منهوكا وأمواله وثرواته منهوبة وقدراته غير محسوبة. هذه الحقيقة، هذه توفر العملية السياسية. العملية السياسية مصممة بهذا الشكل. نعم. لذلك وقود هذا الحراك باقي ما دامت العملية السياسية باقية. إن انتهت العملية السياسية ربما هذا الوقود يذهب باتجاه آخر. لذلك هذا الأفق. عن الوعي ربما نحن نتحدث عن وعي وطني، ربما هو مكونات كثيرة في هذا الوعي هذا المنسوب. هناك وعي بالحاجة للخدمات، الناس تبحث عن كهرباء وتبحث. نعم. وعي وطني أكو وعي يبحث عن إرادة سياسية، وعي بوظيفة. فالوعي متجمع من نقاط معينة، من مفردات كثيرة، ليكون بالتالي وعيا وطنيا بمفردات كثيرة. هذا يتكون، والقادم سيء بالنسبة لأصحاب العملية السياسية، وهو جيد للقوى التي قاطعت واتخذت قرار المقاطعة، ولن ينتهي ولن يستطيعون أن يضللوها، لأن غير قادرين أن يعطوها شيئاً. 4 سنوات أو 8 سنوات أو 12 سنة غير قادرة أن تعيد العراق إلى حتى ما قبل 2003، غير قادرة نهائياً. وصلوا العراق إلى دكتور عبد السلام الطايبي، دقيقتين إذا سمحت. هذا التيار المقاطعين للانتخابات، الميزة الرئيسية له أنه بهوية وطنية عراقية جامعة، غير مقتصر لا على مذهب ولا على إثنية ولا على مدينة ولا على عشيرة ولا على أي منطقة. كيف يمكن استثماره لوضع رسم خارطة الطريق للإنقاذ في العراق، خارطة عملية؟
هو الحقيقة أنا أعتبره رسالة تربوية، يعني بغض النظر عن المؤسسات السياسية. نعم. ولذلك يعني على كل المؤسسات علينا أن نتحدث من الناحية التربوية بخطاب توحيدي وليس بخطاب نقدي في الوقت الحاضر. نعم. هذا جانب. المشروع الوطني الشامل الذي تتفق عليه القوى المعارضة المؤسسية يجب أن يحدد من هي الجماعات المستهدفة. الجماعات المستهدفة هو الشارع العراقي، هم الشباب العراقي. الدراسات العلمية هنا أثبتت أستاذ ماجد بما لا يقبل الجدل أن الشباب وخاصة أجيالنا اللي في الخارج وحتى اللي في الداخل يمكن أكثر من اللي في الخارج، الشباب بدأوا لديهم توجه سياسي لكن ليس لديهم توجه نحو الأحزاب. أصبحت كلمة أحزاب وكلمة سياسة حسب الدراسات الموجودة حاليا ترتبط بالفساد، ترتبط بالقتل. وبناء عليه الحقيقة يعني أرى أن المشاريع التي طرحت سابقا أما أن تعرض أو أن تشكل بشكل فريق بحث من قبل أكاديمي متخصص متنوع الاختصاصات من مختلف القوى لصياغة ورقة علمية لمشروع وطني شامل، تطرح هذه الورقة في مؤتمر شامل حين ذلك أعتقد أن المشروع راح يكون متكامل أكاديمي تربوي بعيدا عن الخلافات السياسية والخطاب النقدي، وننتقل من الحالة النقدية إلى الحالة التوحيدية. أشكرك. بدون مشروع سياسي وطني شامل لا مكانة لنا في المجتمع الدولي. المجتمع الدولي الآن يسير باتجاهنا، يعني قبل يومين كان لدينا اجتماع في البرلمان السويدي. نعم. البرلمان السويدي بدأ يتقبل، بدأ يستمع، ولكن نحن علينا أن نغير خطابنا للمجتمع الخارجي للمجتمع الدولي. أشكرك. حدث انقلاب دستوري في العراق، علينا أن نستثمر هذا الانقلاب الدستوري مقارنة بالمتغيرات الدولية وبالطبيعة المتغيرة للقوة. إيران الآن أصبحت لاعب ضعيف وليس لاعب قوي وإن تصدرت أحزابها في البرلمان، لأن الطبيعة المتغيرة للقوة تغيرت. لذلك الخطاب التوحيدي بدل الخطاب النقدي. شكرا دكتور. يجب أن يكون مشروع تربوي. شكرا دكتور عبد السلام الطائي أستاذ علم الاجتماع السياسي، كنت معنا من ستوكهولم عبر السكايب. شكرا جزيلا. وشكرا أيضا للدكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الثقافة والإعلام في علماء المسلمين، كان معنا في مناقشة أهمية قرار المقاطعة الشعبية للانتخابات البرلمانية وفرص هذا القرار في وحظوظه طبعا في عملية التغيير وعملية استثماره كنواة وعتبة للتغيير وبلورة مشروع وطني للإنقاذ. نتوقف عند هذا الفاصل مع طبعا فاصل ثم نعود مع دكتور رافع الفلاحي ليمدنا بخلاصة ما جرى من نقاش في هذه الحلقة. إذن دكتور، هناك معادلة سياسية وجدت بعد العام 2003 نتيجة الاحتلال، طرفاها العملية السياسية مشروع الاحتلال، والطرف الآخر هو الشعب وقواه الوطنية التي ناهضت هذا المشروع وتصدت له. كانت هناك صور من المواجهة، مقاومة مسلحة، تظاهرات، اعتصامات. الآن مقاطعة شعبية بنسبة 82%. الآن هل يمكن في المستقبل أن نرى صور أخرى من المجابهة والمواجهة والمجابهة، أو يكتفى بقضية المقاطعة وكفى؟ خلال الأعوام 15 اللي مضت كانت العملية السياسية أو الحكومات تواجه الشعب الذي حضرتك تحدثت عنه، وهذا ما جرى الحديث عنه خلال هذه الطاولة اليوم، واجهتهم بالحديد والنار والاعتقالات والقتل والإبعاد والسجن والإعدامات، واجهتهم وأيضا واجهتهم بالتضليل، واجهتهم بالدعايات بالكذب بالادعاء. بعد 15 سنة لم يعد هذا ينطلي على الشعب. انحسر أيضا طرف. أهم نقطة. نعم. أهم نقطة من النقاط أن كل التضليل قد سقط مرة واحدة، غير قادرين أن يكذبوا على الشعب. نعم، غير قادرين أن يكذبوا على الشعب عندما 80% وأكثر من الشعب يرفضون العملية السياسية بهذه الطريقة ولا يقبلون المشاركة بها ولديهم قرار رفض. إذن ما عاد التضليل ينطلي عليهم. هم صرفوا أكثر من 4 مليارات دولار على دعاياتهم الانتخابية، هذا جزء من التضليل.
لم تؤثر في الشعب، 80% لم يتقبلها من الشعب، 20% هي مكونات تابعة لهذه الأحزاب وقوة مستفيدة. أما الشعب الحقيقي فهو الذي لم تؤثر به عملية التضليل. إذن المواجهة قادمة، قادمة لا محال، ما دام وسائلهم على تضليل الشعب، على خداع الشعب، قد سقطت القبضة، القبضة الأمنية، قبضة الحديدية، هذه غير قادرة، مدها قصير، غير قادرة. وتجارب الشعوب هذه تجارب يعني قرون طويلة لم تستطع أن تحكم بلدا، بالتالي تسقط وترقى هذه اليد بقدرة الشعب على الضغط. الشعب الآن في مواجهة كبيرة، المواجهة ستزداد وتيرتها، سترتفع حدتها مع مرور الأيام. هؤلاء خسروا جولاتهم كلها والآن هم يحصدون نتائج الفشل. شكرا دكتور، حياك الله، نلتقي في الأسبوع القادم. شكرا الله.